تلاقي لاعب سابق مثلا او محلل سابق او محلل حالي يعني، ويطلع يقول عكس الكلام ده خالص، الاثنين ما عندهمش فكره. ده عكس التيار بحثا عن الترند اللي بيجيب فلوس للاسف. يعني دلوقتي بقى الترند اللي بيجيب فلوس وان انت تظهر في عده برامج او تطلع على اليوتيوب فيحقق لك عائد مادي، فكل دي ازمه بتسبب حاله احتقان وتسبب حاله تنمر وتراشق لفظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الناس تتشحن على الفاضي، بين الناس ليه؟ بين الجماهير والكلام ده كله، وتوصلنا لحالات. يعني انا هقول لك على حاجه، انا شفت عنوان بعيدا عن المناوشات بقى واللي حصل، عنوان انفعال شيكابالا وخروجه عن النص ومش عارف ايه، لفيديو في موقع مصري. فتحت الفيديو لقيت شيكابالا ماسك طالع من ناحيه اوضه اللبس كده، ماسك مؤمن زكريا. طب ما كنتش شفت اللقطه اللي فيها القلق اللي حصل ده والخناقه والقصه اللي حصل، ما كنتش شفتها. بس عنوان الفيديو، عنوان الفيديو عكس اللي جواه، عكس اللي جواه. فانت حتى في ناس جنبي قرت البتاع ده وبناء عليه كتبت بوستات على الفيس ضد شيكابالا. يعني ده قرا الكابشن بتاع الفيديو، قرا الكابشن، فقرا يبقى شيكابالا عمل بلوه من غير ما يشوف. بعد كده عرفنا بقى ان كان حاصل فيه مشكله اثناء المباراه والكلام والخناقه اللي بينه وبين حسين والكلام ده كله. لكن عنوان الفيديو بحثا عن برضه الترند ان هو يعمل نسبه مشاهده، وللاسف موقع مصري. فانت هنا بتلعب على وتر صعب جدا، وتر يعني بيحقق نسبه مشاهده وفي نفس الوقت بيحقق نسبه احتقان وسلبيه كبيره. ومش مشكلته اللي انت بتقول عليها، هو ما بيدورش على كده. يعني هو رده الفعل عنده اهم حاجه، هو يحقق نسبه المشاهده، اهم حاجه يتشاف يعمل. احنا في اللحظه دي يا استاذ محمود نستسلم بقى؟ يعني لا مش نقول بقى خلاص. ما في ناس، اصل انا عندي نفس المعاناه بتاع الاستاذ شريف ومعاناتك ديت. انا ساعات اخش على فيديو اقرا العنوان بتاع الفيديو، انا قبل ما افتح الفيديو انا عارف انه كله كذب، العنوان نفسه كله كذب. افتح الفيديو الاقي الفيديو ده مثلا عامل ايه، نص مليون فيوز، مليون فيوز، يعني في مليون واحد صدقوا الكلام ده. لا طبعا لا، انخدعوا في العنوان اللي هو لافت، اللي هو المسيء. لما تخش على تلاقي ما تدور انت، يعني زي عامل عنوان وانا ادخلك.